بعنوان التعاون بين الأهل والمدرسة من أجل رفع مستوى التعليم للطلاب. أول ما نبدأ فيه هو تكريم طلابنا. حتما جمعيتنا افتتحت منذ سنة فقط، يعني هاي السنة الثانية بدنا نبلش، وهاي بداية كل سنة نعمل مؤتمر وتكريم للطلاب اللي انضم مرحلة سنة كاملة. حتما كان الدوام عندنا بس كل يوم سبت ساعتين أو ثلاث ساعات، وفي أيام العطل حتما نعطل. فذلك الحمد لله أنتجنا شيء جيد بالنسبة للطلاب. كان عندنا صف أول وثاني وثالث، وكان عندنا بعض الطلاب يتعلمون من الدنماركية إلى العربية. أنتجنا شيء جيد الحمد لله. أغلب الطلاب صاروا يكتبون أسماءهم، يكتبون أسماء آبائهم، يعرفون الأرقام. فلذلك هنيئا لأبائهم وهنيئا لطلابنا، ونحن معهم حتى يتعلمون وينطقون العربية ويكتبون العربية بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك نحن نهتم كثير أنه نتعاون معهم في حل الوظائف بالنسبة للدنماركي وبالنسبة للإنجليزي. يعني نقول من يملك اللغة الإنجليزية والعربية ويملك لغة البلد هو ملك في العالم، ولغتنا العربية هي لغة الأم بالنسبة لنا مهمة. فلذلك أول من نبتدأ مؤتمرنا هذا اللي هو تكريم الطلاب الصف الأول والثاني والثالث. يتفضل طلاب الصف الأول والثاني والثالث وطلاب الدنماركي، يتفضل الأستاذ أمجد والأنسة إلهام والأنسة ياسمين والأنسة مروة. تفضلهم هون لنكرم الطلاب. تفضلهم، خلي الطلاب تيجي. محمد ناصر منوخ، ورد سلطان برو، محمد إياد سبعاوي، محمد زياد جمعة، نور زياد جمعة، مروة إسماعيل، مروة أكرم إسماعيل. هلا نكرم طلاب الصف الثالث الأنسة ياسمين صبوح. تفضل أنسة، خذي بس أنسة إلهام، عرفي على حالك للضيوف. أنا الأنسة إلهام الأحمد مديرة المعهد بإذن الله. صارنا هون بالدنمارك ست سنوات تقريبا الحمد لله. بدرس بيدوغو هلا بكوبنهاجن الحمد لله، وأخذت جمنيشم كمان الحمد لله رب العالمين. وعم اشتغل في غفلي من 4-5 سنوات مع الطلاب تدريس اللغه العربيه، وايضا فيني اساعدهم باللغه الدنماركيه واللغه الانجليزيه والرياضيات. نحب نضيف اخونا الاستاذ امجد استاذ اخصائي صف اول بسوريا، خريج معهد وكان مدير مدرسه. اختنا لام اللي هي زوجتي مديره ثانويه خان الشيح ومدرسة في الجامعة السورية كلية الهندسة الميكانيكية. المستوى العلمي الحمد لله جيد، متخرجة من جامعة دمشق ومعها سنتين تأهيل تربوي بعد الجامعة. تفضل الأنسة ياسمين. لين عمر صبوح، تفضل. جنى زياد جمعة، أمان الحلاق، نصر رفعت الأحمد، أنس زياد جمعة، أنس اتفضل. يسعد مساكم جميعا، انا انس ياسمين صبوح، درست الطلاب السنه الماضيه وحاليا اخذ اجازه امومي، وكانت تجربه كثير حلوه، واكيد رح ارجع ان شاء الله بعد انتهاء اجازه الامومي. وصار لي 5 سنين بالدنمارك وعم بدرس حاليا هون. اهلا وسهلا بين طلابك. أنسى الهام وقفي بين طلابك صورة جماعية بس. تفضل أستمان بين طلابك صورة بس.
أي وقف عندك خذ شوي لين. في روحي جربي في. يلا. شكرا لكم. تفضل الطلاب. يعني هي عبارة الهدية عبارة عن بيجامة وكنزة رياضة عبارة عن حالة تشجيعية حتى نزعنا لهم كتب الأسبوع اللي فاتت وهلأ راح نعطيهم علاماتكم شوية شهادات تقدير سينا أبو سليمان بعدين خليها لا لا خليه يعطيهم هلأ أعطيهم سيدنا مباشرة آدم روح خذ كمان صف تعال آدم وقف مين عندك يزن عبد السلام برو جنبه يلا حطه بصدرك إلهام تعالي وزنة الشهادات خليه يجي يوقفهم هون أنسى دريم ورد محمد سبعة طبعا أيها المشاهدون الكرام في نهاية هذا المطاف نقوم بتقديم كل الشكر وتقدير لمدير هذه الجمعية الدكتور الحاج رافع جهاد على هذا التكريم العاشر أو الأكثر وما يزال يقدم رقم 12 رقم إذن رقم 12 من اللقاءات التي يقوم بها عدا إنه الأيام اللي هي يعني يقومون فيها لأهالي الطلاب محضورين كل سبت أبو جهة يعجز الشكر أن يعني حتى لو المسافة بعيدة أنت تستحق أن نحضر لو كان أبعد من 40 كيلو توصل رسالة للجالسين في منازلهم والمتابعين أول شيء نشكر كل من شارك في هذا المؤتمر هاي الفعالية رقم 12 إحنا مؤسسة الجمعية صرنا مشكلة سنة وإن شاء الله كل شهر أو شهرين يعني نعمل مؤتمر أو فعالية من هذا النوع للتواصل العائلات والعائلة تشوف بعضها وتتقرب من بعضها وبرضو أولادنا وشبابنا يتعلموا اللغة العربية والناس ترتقي نحو الأحسن بعلاقاتها الاجتماعية حتما إحنا نشكر المراسلين أخونا غلامين أسماء عباس فاطمة شلم وأختنا رشا كل العلمانيين موجودين وخضر عبد المنان كل العلمانيين موجودين بهذا المجال ونشد على أيديهم ونقلهم مزيدا من العمل مزيدا من العطاء لأن المنبر الإعلام اليوم هو المنبر الأساسي في العمل فلذلك إحنا نطالب جميع الأباء والأمهات بمشاركة المؤتمرات من أجل أبنائكم أنت مسؤولون على أبنائكم في السراء والضراء فلذلك نقول لكم أبنائكم أمانة بين أيديكم وأتمنى منكم أنه تأخذوا هذا الموضوع بجدية أبنائنا حد أدنى يعرفون يقرؤون ويكتبون اللغة العربية فلذلك نتمنى أن ترسلوا أولادكم حتى المدارس العربية وبرضو إحنا كثير كمان مهتمين بموضوع أولادنا باللغة الدنماركية والإنجليزية ونرجو إن شاء الله يكون أولادكم نشكرك على تكريمك. إذا أيها المشاهدون الكرام بهذه الكلمة الطيبة التي أنهاها مدير هذه الكلية أبو جهاد نستودعكم على أمل أن نلتقي في الأسبوع القادم في نفس المكان.
الجبال، ولكن تمكن بعيد عن المنطقة 5 كيلو في سنغور، وإن شاء الله ستكون تغطية جديدة بالثقافة في كل الكلمات. إذا يوجد برنامج في كل الكلمات عن الثقافة، وكل بلد ستقوم بوضع ما هو يرمز بلاده من الجنسيات. إذا كونوا معنا اليوم 20 أغسطس راديو عربة الكريمة الخاصة وبتعاون منطقة الإعلام الفلسطيني، كان معكم مراسل هدية الزهرية نادي الشباب مرسل إيمانيكم. هوية ما بين البيت والمدرسة، ودائما وابدا انا اوصي بالنسبه للاسره من ام واب، الام والاب عليهما يتعاملوا مع البنت والولد وكانهم اصدقاء لهم. اجعل من ابنك صديقا لك، وعليك ان تجعل من ابنه صديقه حبيبه لك، ومن خلال هذه العلاقه لعله علاقه الصداقه من العلاقات الانسانيه الراقيه التي تسمو بعلاقه الانسان باسرته وبمجتمعه العريق. فبالتالي العلاقة ما بين الأم وبنتها والأب وبنته وهكذا، هذه كلها التي تخلق الإنسان الذي يستطيع أن يكون في المدرسة نموذج هو نفسه، هذا الطالب أو الطالبة يكون نموذجا للبيت الذي جاء منه. يعني كل الذين يكونون يجلسون في قاعة الدراسة سواء من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة هم عنوان للبيت الذي جاءوا منه. فنحن رأينا أن الأسر المتفككة غير المترابطة هي التي تخلق يعني إنسانا مجرما وغير متكاملا في المجتمع، ولا يقدم ما يفيد هذا المجتمع. هذه الرسالة التي أود أن أقدمها. الرسالة الثانية إنه أنا هنا يعني بموجب لأنه أنا هنا ممثل الحقيقة الاتحاد الدولي للأكاديميين العرب، بما أنني عضو في هذا الاتحاد الذي أقام ندوة كبرى في أولبرغ الشهر الماضي. فالرسالة لهذه المجموعة وعلى رأسهم الدكتور أبو جهاد، إنه كل عام يقام هذا المؤتمر في أولبورغ في الأكاديمية العربية في أولبورغ، وهذه دعوة من الاتحاد الدولي لأكاديميين العرب ليشاطرونا دائما في كل اجتماع مقبل في مقبل الأيام. الاجتماع المقبل حيكون في العام المقبل، وهذه رسالة إلى إدارة هذه المجموعة. الشيء الثاني، أتمنى شاكرا ومقدرا هذه الدعوة الحقيقة، وأتمنى إنه يتكرر هذا اللقاء وأن يقوم كل إنسان بمهمته، خاصة هؤلاء المعلمين والمعلمات اللائي استمعنا إليهم هنا. أنا أعتقد أنهم قدموا خدمة جليلة لهذا المجتمع في الاغتراب، لأن الغربة لها ثمن. الذين يستطيعون أن يدفعوا هذا الثمن هم أولئك الذين يتفاعلون مع الحياة في المجتمع ويقدمون إنسانا سويا سواء بنت أو ولد. نحن هنا طبعا لا نفرق، نحن نعيش في المجتمع يحترم البنت بقدر احترامه للولد، وبالتالي المجتمع يتكامل ويؤدي الرسالة الإنسانية التي يمكن أن يساهم بها في مقبل الأيام. وشكرا جزيلا وفي الله. شكرا للإعلامي خضر منان من السودان الشقيق، أهلنا بالسودان لهم منا ألف تحية، وإن شاء الله الفرج على أهلنا في السودان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل بلد، فرج قريب إن شاء الله، وتنال كل بلد إن شاء الله المحبة والسعادة والسلام. ولك تحياتنا إعلامي خضر منان. الله يخليك، تسلم حبيب، شكرا شكرا. وله منا شهادة تقدير من الجمعية. شكرا جزيلا. عندي كلمة أخيرة صغيرة إذا سمحت لي المجموعة، عندي كلمة صغيرة بحق أخونا يعني الحقيقة الإعلامي الذي يعني جماعة الإعلام الذين يعملون في هذا الحقل يعرفون تماما المعاناة التي يدفعها الإعلامي في سبيل أن يوفر معلومة للكل وهم في بيته، الذين يجلسون في البيت وهم نيام. يعني أخونا بالمناسبة دائما وأبدا ظل في الشارع في كل الأوقات بمناسبات الوفيات والأفراح والأتراح وهكذا، وهذه رسالة كبيرة جدا. أنا أتمنى أنه دي رسالة للدكتور أبو جهاد من هنا باسم المجموعة الموجودة، أن يقفوا مع هذا الرجل وأن يساهموا معه ويساعدوا ليواصل هذه المهمة، لأنه يقوم بمهمة كبرى، والإعلام هي في حد ذاتها رسالة إنسانية. شكرا جزيلا. شكرا.
أنا أتحدث من حوالي شهرين أو ثلاثة أنه إن شاء الله عم نعد لمؤتمر حول الإعلام الثقافة والإعلام والفن، وتكون مشرف عليه أختنا أسماء عباس. هم بدنا نحكي فيه إن شاء الله بعد شهرين، شهر ونص أو شهرين، نشوف الفترة المناسبة ونحاول نجمع أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والمثقفين والفنانين حول هذا الموضوع، وإن شاء الله نتوفق بهذا الأمر. فهلا كلمة أخونا الإعلامي ماهر حشاش، فليتفضل مسؤولا. أحلى مخرج. حتى من أخونا من النشطاء الجيدين اللي جيت بكل المناسبات، ونقول له الكبار كبار يا وطن. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. يعني أولا أنا بشكر الحضور المتبقي من هذا المؤتمر، وأشكر الدكتور رافع أبو جهاد الحقيقه حضر كلمي الكلام عن العلاقه بين المدرسه والاهل، ولكن يعني الاخوه جميعا اتحفونا واعطونا اغنونا بامور كثيره، ولا يعني اقول لهم جميعا شكرا على الكلمات الطيبه فضلا، واشكر برضو يعني جميع الحضور، واشكر القائمين على هذا العمل وهذا المؤتمر. اتمنى التوفيق لنا جميعا ولكم ولأبنائنا وأبناء لمستقبل باهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت أن أقول الإعلامي ماهر حشاش، حتما قلنا له أنت من الكبار، وشوفوا كل الساحات. بارك الله فيكم، وحتما يبذل مجهود كبير، وأنا حابين نكرمه ببطاقة شكر وتقدير لحضوره، ونتمنى كمان حضوره في الأماكن في المناسبات القادمة. بس أحب أقول له كل واحد موجود منينا بألف رجل اللي قاعد بالبيت أكيد ما رح ينمي أولاده، أما كل واحد منينا حيأثر على أولاده وراح يربي أولاده وراح يطلع فيهم زي ما قلنا العلم، وبالتالي يجيبهم للعمل ويكبر فيهم، وهيك تكبر الأوطان. أما اللي قاعد ببيته على التلفزيونات أو اللي عم يحوص هون وهون ما يكبر لا هو لأولاده ولا الأوطان. الأوطان تكبر دائما بالعلم، ومن العلم نحصل العمل، وبالتالي تكبر أكبر لأبنائنا. وإلك ألف تحية أخونا المخرج والإعلامي ماهر حشاش، تحياتي. أهلي بارك الله فيك. تفضل يا اختنا فاطمة ابو شلح، حابة تلقي قصيدة هيك صغيرة عن شليح. يلا شلح ابو شليح. اول اشي احنا عندنا مجموعة على الفيسبوك اسمها غصن الزيتون، هي غصن الزيتون يعني. شكرا اخت فاطمة. هلا نستمع تلوكي. على الدنمارك تقريبا صار لي 22 سنة عايشة هون، خريجة مالتي ميديا ديزاينر. شكرا كثير، وشكرا للاخ رافع ولكل الحاضرين. شكرا اخت Ich arbeite bei einer Person zusammen mit mir selber, da ich nur arbeite. Und nun ich arbeite für eine internationale Organisation. شهادة التقدير الأخيرة. إحنا نشطاء بهذا العمل وبدنا نطور أمورنا نحو الأحسن ونحو الأفضل، فلذلك اللي عنده أي فكرة أو أي مشروع أو أي عمل إحنا ما رايحين نبخل، رايح نعمل
بي ولكم مننا كل التحية والاحترام والتقدير جميعا. وأي سؤال قبل ما نقرأ البيان الختامي أو مداخلة أو شيء من أحد الأخوة؟ بشرنا على في حدا بده يسأل بده داخل بده شيء؟ تفضل. بيان الختامي واللي حاب يضيف عليه بالنهاية ما في مشكلة، احنا طرحناه على الفيس. جمعية الشباب والثقافة في بلدية الهوسون، المؤتمر الأول مدرسي من خلال هذه المتابعة وتوعية أولياء الأمور في الدور الحقيقي الذي يقود وينعكس على نجاح الطالب داخل المؤسسات التعليمية. ومن أهم النتائج، كلما كانت معاملة الآباء لأبنائهم تعتمد على السلوك السوي والذي يتضمن التشجيع والحث والاستذكار، ارتفعت نسبة التحصيل لديهم وزادت الثقة في أنفسهم. وأما العلاقة بين التحصيل الدراسي والتسلط، علاقة سلبية تقود إلى التسرب والضعف الأكاديمي. توجد علاقة موجبة بين المستوى الاجتماعي والثقافي للأسرة وبين التفوق الدراسي. إن الآباء الذين يوجهون أبنائهم نحو التحصيل الدراسي متمنين للجميع التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عنده تعليق او اضافه فاتحين المجال براحتكم. ماشي، بارك الله فيكم والى اللقاء ب3/9 ان شاء الله باليوم الثقافي 3/9 يوم الثقافي بلديه الهرسون. مشاركه في البلديه كلها واكيد نضع الدعوات على الواتس. نشكر أخونا الدكتور جيهان على هذه الدعوة، ونشكر أيضا حضوركم فردا فردا، ونشكر التكريمات التي قام بها الدكتور جيهان لأول مرة في كل الجمعيات في الدنمارك، على أمل أن تحذو حذو الجمعيات الأخرى هذا التكريم. أستاذ علي حبيبي أبو الحبيب، أكيد أنت سعيد اليوم في هذا اللقاء التي أدهش الحضور. كلمة للدكتور أبو جهاد مدير هذه الجمعية. استني شوي، شكرا جزيلا، شكرا. طبعا معلش يعني أخت أسماء بهذه الكلمة، يعني إن شاء الله بتشجع بقية الجمعيات على يعني يحذو هذه الجمعيات. طبعا هلا دائما شكرا للقائمين على مؤتمر اليوم. جمعية الشباب والثقافة في هوسون هي مثال حي وعملي ورائع على كل الجمعيات، ليست فقط مجرد ترخيص ومجرد أرقام يعني لسجلات مرخصة وموجودة مجرد أسماء في السجلات الدنماركية، ولكن هذه الجمعية بالتحديد هي في الحقيقة أعتقد أن هذا النشاط ربما يمكن رقم 13 أو 14 أو 15 في العالم، في خلال عام ما شاء الله غاية النشاط، يخدم المجتمع، يخدم يعني نتواصل بين العائلات، تشبيك العائلات مع بعض البعض، يعني مصالح أبنائها، تبادل الخبرات. فأنا بشد على إنهم وأيضا بشكر كل شخص قدر اليوم سواء إلقاء كلمة أو مداخلة أو الحضور الكرام، لأنه واجب نحن ندعم هذه الجمعيات وأيضا يعني نتبادل الخبرات. إذا تشجع الجمعيات الأخرى على يحذو هذه الجمعية. شكرا لحضورك. شكرا لك. طبعا منتج فور منتج إجيت لهم بسنت ليلي مسجتي رافع، دكتور رافع دايركتور هي in this school. What do you say to my son? I'm going to go to the school.
طبعا اول استاذ حضر هنا لقيامه بتطوعه لمدرس في هذه الجمعيه باللغه الدنماركيه. التقينا ايضا مع السيد ابو وئام المهندس وايضا الاكاديمي والاعلامي في اللغه طبعا المؤسسين هو الان سيتكلم من هو ابو وئام. أبو سام أبو سام حبيبنا بهذه الكلمة إن شاء الله أجهشك السعادة والمفاجأة الذي قدمها مدير هذه الجمعية في تكريمه للطلاب. ماذا تقول لبعض الجمعيات؟ هل تحذو حذو هذه الجمعية التي افتقدناها وافتكرناها منذ عشرات السنين لم نشاهد كمثل هذه الجمعية؟ هو يعني عشان ما نظلم الآخرين نعطي الجماعة حقها. هون هي من البداية كان إنشاء الجمعية على أساس تربوي وثقافي واجتماعي، فأخذوا هذا الجانب. الجمعيات الأخرى مخدين جانب اجتماعي أو جانب سياسي أو جانب ثقافي، ما أخذوا الجانب التربوي. أخونا الدكتور أبو جهاد ركز على الجانب التربوي، فشيء طبيعي إنه لازم تطلع هاي النتيجة. بس أنا ما بقدر ألوم الآخرين الجمعيات إنه على سنة أبو جهاد. أنا ما بقدر ألوم الآخرين على انه مش عم يشتغلوا بمجال التربوي. حلو انه كل واحد يشتغل بمجال يعرف فيه. اذا انت تشجع هذا الامكان، هذا الجيل الذي يعني يترعرع الموجود في الدنمارك على اللغه العربيه. اللغه العربيه هي مش لغه فقط، اللغه العربيه هي شخصيه. اللغه العربيه شخصيه، لغه المروءه. اللغه العربيه لغه المروءه. شيء مهم. انا ابن عربي مقرر من المستحيل. اللغه العربيه من اكثر اللغات يعني اهتماما في العالم. اللغه العربيه مهم جدا يتعلم الولد لانه هو اصل عربي. شكرا. اذا ابنك ما تعلم العربي او حفيدك ما تعلم العربي، انت هون بتعمل له حاله ازدواجيه، لا بيصير دنماركي ولا بيضل عربي. اشكرك جزيل الشكر. عليك. طبعا اخر طبعا انت تشكر هذه الجمعيه ومديرها. نعم. على ما قدمت. لا الحقيقه هاي نعم. انا سعيد جدا الحقيقه انه اكون موجود وسط هذا الجمع الكريم في هذه الامسيه، وايضا ما افرحني كثيرا انه التجاوب الذي حدث والعدد المهول الذي جاء من المعلمين والمعلمات لهذا التجمع. وانا اعتقد انه هذه بدايه طيبه جدا خاصه لابنائنا وبناتنا الذين يسعون لتعليم اللغه العربيه في الدنمارك. اشكرك جزيل الشكر. يعطيك العافيه. طبعا اللي حضر الطعام اليوم مين؟ كل النساء طبعا اللي جات. يعني معناته الاكل مصنع من طبعا عربي. يسلموا ايديكم والله. بس يعني هو كان يعني المشهورين تعملوا كبه مشويه وكبه نيه على السريع وهيك يعني ان شاء الله صحتين. وهذا بس يسلموا ايديكم جميعا ان شاء الله بالعافيه. نشكركم جزيل الشكر على هذا الاداء يعني والكرم اللي قدمته. صحتين. تابعينا على ارابطكم. اكيد متابعين. شكرا. طبعا دكتورة حنان أشكرك لحضورك لآخر مرة ومبروك التكريم. شكرا لك وألف شكر لخطيبتك ومشاركتك. دائما هي بتصير مناسبات يعني تعطون للجاليات مش بس الفلسطينية العربية. الحمد لله. هذا فخر وهذا دعم معنوي كبير جدا. طبعا انت بتسحق كثير كمان ان شاء الله بدعم الناس اللي معاي والمتابعين. اشكرك دكتوره حنان. شكرا. طبعا اخر ما نتوصل اليه ام جهاد. يعطيك العافيه. هذا النجاح ام جهاد
طبعا في وراء كل رجل عظيم امرأة. ام جهاد ما قصرتي، وابو جهاد كمان ما قصر، ابو جهاد له لون اخر، والله يستحق يكون قائد يعني في هذه بلاد الاغتراب، يستحق انه يكون قائد لانه هو اهتم اهتم بما يعانوا هؤلاء الاطفال الذين هم من بعدنا يحضروا يعني يقومون بمحل اماكننا يعني. هذا الجيل الصغير الحمد لله الله يقدرنا هيك. الله يعطيك العافيه، الله يعافيك، ونشكرك على الطعام اللي قدمته لاول مره، وان شاء الله احنا يعني هذا كله فخر واعتزاز اللي قدمته يعني. تسلم والكريم يستاهل. شكرا جهاد. طبعا